فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الانتفاع بالتأمين الطبي الذي أصدرته لي الشركة التي أعمل بها؟ التأمين الطبي لا يجوز، كل التأمين التجاري بجميع أنواعه لا يجوز، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز هذا. وتعالج على حسابك، تعالج نفسك أو أولادك على حسابك، ولا تعالجه من أموال الناس، لأن هذا التأمين لا مجموع من أموال الناس. نعم.